يا الله شلونكم شباب؟ شكرا على الدعم، شكرا وصلت ذاك الفيديو 80 لايك. طبعا اليوم جيناكم فيديو جديد، انا ما اريد اطول بالحكي. اليوم هواي شباب شيلوني شلون اقص الطير، شلون اقص الطير. هو مو شي صعب، بس احنا نحب يعني للمبتدئ اللي استوى بادي يعني مربى طيور نبدو وياه شوي شوي. واذا عندكم اي سؤال استفسار اهلا وسهلا. تمام حبايبي، وهسه راح نبلش واطلع لكم طير واقول لكم شلون تقصونه، ولا تهدون اسوي لكم سلاسل مال مبتدئ يعني مال واحد استوى بادي يربي طيور. تعال تعال، مين يصعد عليلي؟ تعال 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 ابني، حلو. هاي بطة صديقتي الحلوة بطة، يلا امشي. هسه راح اجيب لكم طير ونحكي عنه. شباب هذا الطير شوفوه، هو هذا اشعل بصراوي. وين هم مربين الاشعل؟ هذا هو. شباب اذا تريد تبدا تقص، انا ما راح اطول بالموضوع واشرح حتى يصير ما يصير ممل. اذا تريد تبدا تقص لا تقص الجنحين، لان الطير بهاي الحاله راح يتوازن، ومن يتوازن راح يصعد الستاره، ومن يصعد الستاره بعد يجوز يروح يطفر هاي. فانت شنو تبدا تقص جنح واحد حتى الطير ما يتوازن. اذا تقص جنح واحد بعد ستاره ما يصعد بالقوه يظل يطفر. فانت شو تسوي اذا الطير نشر؟ تقص تحسب 1 2 3 4 5 6 7، هذين السبعه، وتقص مقص كلش. هو هذا الطير يعني انا هذا الطير هاي طاير عندي موسمين، هو هسه هم تعبان جنحه تعبان لازم اهلسه. هسه انا حاطه بخانه لزق، جاي ازق بيه اطلع منه هذا البطل.